السلام عليكم الإخوة الأخوات. فيديو جديد ليومية الخميس. نبداو بحالة الطقس. كما كتشوفوا الجو غائم وكان طاحت أمطار قوية هاد الليلة اللي فات، ودرجة الحرارة الآن اللي كاينة 19 درجة في مدينة تروا ريفيير، والساعة 8:35. بغيت من خلال هاد الفيديو نهضر لكم عاوتاني على مشكل الكراء. كاين مشكل كبير 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 بزاف في مقاطعات كيبيك، ماشي في المقاطعات الاخرى. المقاطعات الاخرى ماشي مشكل، المقاطعات الناطقه بالانجليزيه ماشي مشكل، في مقاطعات كيبيك الناطقه بالفرنسيه راه ولا واحد الضغط على الكرة. ودابا ولاو بعض المنظمات داروا واحد الضغط على الحكومه باش تدخل، لان ماشي معقول ان الانسان كراك في كندا والكرة ما كاينش. الكرة ما كاينش، ما كاينش، بحال شبه منعدم، شبه منعدم الكرة. حتى الا لقيتي شي حاجه غتلقاها غاليه 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 بزاف، غاليه. ودابا الاثمنه ما غاداش ترجع، سي سور ان الاثمنه ملي تتزاد في شي حاجه راه الاثمنه ما غاداش ترجع. غير هي يقدروا يستوبيوها في هاد، الا بدات الحكومه دخلات يقدروا يستوبيوها في هاد النيفو هذا وتبقى على هاد الاثمنه باش ما تبقاش تزاد بازال. لان الا بقات على هاد الحاله غادي يوصل الكرة لواحد الثمن خيالي. واحد الاذاعه هذه الثالثه في ظرف نهار تقريبا في ظرف 24 ساعه تكلمت ثلاثه المرات على هذا المشكل ديال اللوجمون، على هذا المشكل ديال الكراء ثلاثه المرات. راني درت لكم فيديو ذاك النهار في صندوق الوصف، واليوم غنخلي لكم فيديو اخر عاوتاني في صندوق الوصف باش تشوفوا الحاله ديال الكراء اللي وصلت فيها مقاطعات كيبيك. المهم ردوا بالكم، الانسان اللي باغي يجي يدير الاحتياطات ديالو، دير الاحتياطات. شوف عندك صاحبك، عندك فاميلتك، عندك هذا، ماشي مشكله تقدر تجي تريح عندهم، لان الفيزا خرجت ليك وقطعتي الطياره، يعني البيه ديال الطياره ما يمكنش انك تجلس. عندك صاحبك، عندك فاميلتك، عندك هذا، راه غيستقبلك واحد المده ريتما انهم يتلقى الكرة. ولكن الناس اللي ما عندهم تحد هنا راه صعيب، صعيب باش تلقى. وهذيك الفكره انك تجي تنعس في الجامع راه ما كايناش هنا، راه ممنوع تنعس في الجامع. والوطيلات راه على حسب، الوطيلات راه على حسب، كاين 100 وكذا على حسب الاثمنه، الاثمنه مختلفه. يلا المهم ما نطولش عليكم ان شاء الله، ونخليكم مع هذا الفيديو اللي غادي تشوفوه في صندوق الوصف، والى اللقاء فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.